طيب كرة اليد رجال، فريق كرة اليد رجال في النادي الأهلي بيفوز على الشمس 30-19 في دوري فرق رجال اليد. معانا على الشاشة اهو 30-19 قدام الشمس و 30-21 قدام أصحاب الجهاد. ده بالنسبة لكرة اليد رجال. كرة اليد سيدات 43-16 أمام البنك الأهلي. كأس العالم للأندية طبعا الماتش اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كرة السلة 82-76 أمام إجنايت الأمريكي، ده ماتش معجزة طبعا. نخش على المباريات اللي جاية. بكرة عندنا فرانكا البرازيلي في كأس العالم للأندية كرة السلة، وعندنا يوم 22 برضو بكرة الأهلي والطيران بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات، وبكرة أيضا بطولة الدوري لكرة اليد رجال قدام الأولومني، وبطولة منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات هنلعب ضد أكتوبر، وبعد بكرة بقى 23 الأهلي وسبورتنج بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات. كمان عندنا في بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات السكة الحديد يوم 24، وبطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات عندنا يوم 26 مصر للتأمين، وكرة السلة سيدات بطولة منطقة القاهرة برضو 28 يوم 28/9 هنلعب هليوبوليس. يعني كل التوفيق لفرق النادي الأهلي الأسبوع اللي جاي. تعالوا نروح نشوف بقى أخبار كرة القدم المصرية. النهاردة كان موعد إعلان التصنيف الشهري للمنتخبات اللي بيصدر من الفيفا طبعاً، ومنتخب مصر تراجع مركز بقى في المركز 35 عالمياً، وطبعاً بعد خسارة تونس اللي احنا الماتش اللي فات ده اللي كان عليه اللغط الكتير ده، لكن منتخب مصر حافظ على أنه هو المركز الخامس أفريقياً حتى الآن. وفي الوقت نفسه منتخب مصر هيلعب منتخب الجزائر في المعسكر اللي جاي اللي هيكون في دولة الإمارات إن شاء الله في الأجندة الدولية اللي هي تبدأ يوم 9 وتخلص يوم 17 أكتوبر. منتخب مصر هيلعب مباراتين، الاولى قدام طبعا الاثنين على استاد هزاع بن زايد في العين، الاولى امام منتخب زامبيا يوم 12 اكتوبر، والثانيه امام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 اكتوبر. وفي اطار البرنامج التحضيري لمنتخب مصر لخوض تصفيات كاس العالم 26 وبطوله امم افريقيا 24 اللي هي في يناير اللي جاي ده على طول في كوت ديفوار، مباراه الجزائر هتكون مهمه جدا لان الجزائر هو التصنيف الرابع وانت التصنيف الخامس، فبالتالي مباراة مهمة جدا. والجزائر كسبت السنغال في السنغال وديا في الأجندة الدولية اللي فاتت، مباراة هتكون كبيرة جدا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في معسكر الكرة اللي جاي ده. طبعا طبيعي ان انت تبقى عايز تركز ان انت تفضل تصنيف اول في افريقيا، الخمسة الاوائل احنا لسه في التصنيف الاول في افريقيا، لكن انت كنت الرابع بقيت الخامس، لا انت محافظ على انت الخامس، انت كنت في المركز ال34 عالميا بقيت في المركز ال35 عالميا بعد خسارة تونس. لسه مع الكرة القدم المصرية، ولكن النهاردة بقى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام ماشي بالنظام أسبوعي لتقييم الحكام في كل جولة عشان يبقى كل حكم متصنف على مستوى الحكام كلها، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في الدوري الممتاز، وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مدير الكرة والإداريين بالأندية في الدوري الممتاز أنه هيتم تطبيق الوقت بدل الضاع بالشكل اللي شفناه في مونديال قطر الأخير، وكمان طبعا كان بيوصل ل 10 دقائق وربع ساعه فاكرين انتوا الوقت ده. واكد بيريرا ان في الموسم الجديد هيتم منح دقيقه للاعب المصاب واخرى للاحتفال و30 ثانيه لاجراء التبديل، كمان طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر. الراجل ده نتمنى ان هو يطبق الفكر اللي عنده، عنده مجموعه من الافكار كويسه. لو انت عملت فعلا الوقت الضايع، هو خلاص عمل تصنيف الحكام زي ما حضراتكم عرفتوا وبقى في حكام للدوري الممتاز بس وللقسم الثاني حكام مختلفين، واللي بيتطور في نهايه الموسم يطلع يشتغل في الدوري الممتاز، واللي اداؤه مش في الدوري الممتاز ينزل للممتاز به. خلي بالكم انا لفت نظري في الاسبوع الاول للدوري زي طبعا ما التصوير مبهر والكلام، وعلى فكره التصوير ده مؤثر على الفار، دي نقطه مهمه جدا، مفيش غير خطا واحد تقريبا تحكيمي اللي هو عليه جدل بتاع ابراهيم نور الدين في ماتش الاسماعيلي ضربه الجزاء الغريبه دي، هو ده الخطا الوحيد اللي عليه جدل، لكن بقيه الماتشات مفيش لحد دلوقتي. انا بقول لحد دلوقتي في الاسبوع الاول الاداء التحكيمي الامن فيه مستتب، ونتمنى ان احنا طبعا يعني الاخطاء تقل طول الموسم. يعني خطا ابراهيم نور الدين ده ضرب الجزاء فباينه ومتشافه والفار جايب انها مش ضرب الجزاء، فده الخطا الوحيد اللي عليه اختلاف، يعني مش اختلاف هو عليه اتفاق انه خطا، لكن بقيه الماتشات الدوري ماتش الاهلي والماتشات الثانيه كلها مفيش لحد دلوقتي حاله جدل، يعني ممكن يبقى فيه اخطاء عاديه لكن مفيش حاله جدل. زي ما التصوير بنشيد بيه وبنقول ان لا احنا عندنا تصوير كويس دلوقتي، التصوير ده بيأثر على التحكيم خلي بالك دلوقتي في الفار. كمان انا عايز اشيد بحاجه مهمه جدا،
المخرجين في الدوري المصري اتطوروا كتير جدا. بقى هنا لا، الكرة بضربة الجزاء بتتعاد بعد ما يبقى في توقف، مش تتعاد والماتش شغال. بقينا بنشوف كادرات فنية عالية جدا. فانا لا، لازم اشيد كمان بمخرجين الدوري المصري، لان التصوير من غير مخرجين مش هو ده الاساس. لازم يبقى في تصوير مبهر، وكمان مخرج كرة شاطر. الكرة ليها مخرج، زي ما السينما ليها مخرج كده الكرة برضو ليها مخرج. ونتمنى ان ده يستمر. يعني انت بدأت بداية بتقدم منتج دوري مصري حلو قوي، ناقصه بس ان الحضور الجماهيري ده بالتدريج ان شاء الله. احنا يعني واخدين وعد ان بالتدريج هيبقى فيه حضور جماهيري كبير، لكن كشكل لا، منتج الدوري المصري كده تقدر تسوقه بقى، تقدر تشتغل عليه ان انت عندك منتج كويس اهو، تصوير كويس. والتصوير دوت خلي بالك يبرز لعيبتك ويخلي لا احنا قريبين. على فكره شوف في السعوديه لما جم اللعيبه الاوروبيين دول كلهم، انا مثلا في الهلال شايف ان نيمار قريب من سالم الدوسري جدا. يعني ما في سالم الدوسري كمان بيهدف اكتر من نيمار دلوقتي، فلا احنا قريبين جدا. لكن احنا التصوير والكلام ده بيفرق جدا في تسويق منتج الدوري المصري. نروح بقى للكره النسائيه. نجح منتخب سيدات مصر في تحقيق الفوز على جنوب السودان بذهاب المرحله الاولى في التصفيات المؤهله لامم افريقيا لكره القدم للسيدات. يعني مباراه كانت مهمه جدا، ودي مباراه الذهاب، لسه في مباراه الاياب. كسبنا 4 اهداف في اول لقاء ليهم. المباراه قيمت على ملعب بيترو سبورت، جت الاهداف عن طريق ساميه ادم وحاله مصطفى وامنيه سمير وساره عصام. ويقام لقاء الاياب مساء الاحد، وحاله التاهل هيلعب منتخب مصر امام الفائز من السنغال وموزمبيق، غالبا السنغال. يعني هي مش غالبا، بنسبه 99.9% في السنغال وصلت ربع نهائي امم افريقيا اللي فاتت بالمناسبه يعني. والجهاز الفني بتاع منتخب السيدات ده بيضم كل من كابتن محمد كمال مدير فني، واسراء اسامه مدرب عام، ومحمد عرفات مدرب حراس مرمى، وسالم عاطف محلل اداء، ومحمد خاطر معد بدني، وايمن كمال طبيب ايمان كمال طبيبه المنتخب. ودي لعيبه المنتخب، دي لعيبه سابقه في المنتخب بالمناسبه يعني. وميرت مؤنس اخصائيه علاج طبيعي، وحنان حامد اخصائيه تاهيل، وسونيا سيد مدير اداري المنتخب، واحمد حسن وحسني نصر للمهمات. في عناصر نسائيه كمان للتدريب يا جماعه، ودي نقطه مهمه جدا. يعني يبدو ان كره القدم النسائيه هي الحاجه الوحيده اللي بتتقدم بسرعه في اتحاد الكره المصري. يعني الاسبوع اللي فات منتخب مصر تحت 20 سنه فاز على المغرب مرتين، ودي رغم الفوارق اللي بين المنتخبين نقطه مهمه جدا. دلوقتي بنشوف كمان منتخب الاول لكره القدم النسائيه بيكسب بنتيجه كبيره قدام السودان. دي صحيح في الجوله اللي جايه هتبقى اصعب طبعا قدام السنغال، لكن لا، في فرق كبير جدا على مستوى كل منتخبات النسائيه. لكن في النهايه في تطور وفي تقدم ملحوظ، ومجهود كبير قوي من دكتوره دينا الرفاعي الحقيقه، عضو مجلس اداره اتحاد الكره والمشرف العام على كره القدم النسائيه، وانا بحييها على المستوى اللي وصلت له الكره النسائيه دي. حقيقه حاجه مشرفه جدا. لسه احنا مع الكره النسائيه، النهارده بمقر اتحاد الكره اقيمت قرعه النسخه الجديده من دوري القسم الاول للسيدات بحضور دكتور دينا الرفاعي عضو مجلس اداره نادي الاتحاد والمشرف على الكره النسائيه. ويشارك في النسخه الجديده دي بقى من الدوري 16 فريق، وهم طبعا بيراميدز والمصري وطلائع الجيش وفيوتشر والمقاولين وديلبي والبنك الاهلي والمجد الرياضي وسموحه واتحاد بسيون ووادي دجله ومركز شباب الاميريه والطيران والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ امون. قالت بقى دكتور دينا الرفاعي ان كره القدم النسائيه المصريه بتدخل مرحله تاريخيه جديده بانضمام انديه شعبيه عديده للدوري للمره الاولى منذ تاسيسه، واضافت ان زياده عدد الانديه المشاركه في الدوري الممتاز ل 16 نادي ده يبشر بمستوى مختلف من المنافسه في الموسم القادم.